أسعد الله صباحكم أحبتي، عدت إليكم من جديد. درسنا اليوم في الدين الإسلامي للصف الأول والثاني، محبة الصحابة للنبي الكريم. معكم المرشدة والمعلمة نجوى أبو الهيجاء. سنتعلم اليوم أحبتي، أولا نفتتح درسنا بالإنشاد. نعرف الصحابة، صور من محبة الصحابة للنبي الكريم، مفهوم الصحابة والمحبة من خلال هذا الموضوع، محبة سيدنا علي بن أبي طالب للرسول الكريم، نموذج آخر محبة عمر بن الخطاب، محبة سعد بن معاذ، محبة أبو بكر الصديق، إجمال الدرس والتدرب بأعقاب مشاهدة فلاش عن الصحابة. هيا بنا. طبعا علينا أن نحضر كما اعتدنا أحبتي جميع أدواتنا القرطاسية، نجهزها، نحضر دفترنا، نسطر بترتيب ونسجل تاريخ اليوم مع عنوان درسنا، ولا تنسوا الألوان وجميع ما يتعلق بالحصة حتى نقوم بفعالية إبداعية. هيا بنا لنستمع للإنشاد والغناء لمحبة الرسول الكريم. الآن سنتعلم صور من محبة الصحابة للرسول الكريم. محبة الرسول الكريم فرض قد أوجبه الله تعالى على كل مسلم ومسلمة، فمن سعادة العبد أن يرزقه الله محبة النبي الكريم. محبته أصل من أصول الدين، لا إيمان لمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. تعالوا بنا لنتعرف عن معنى الصحابي في اللغة وأيضا في الاصطلاح. الصحابي أحبتي في اللغة مشتق من الصحبة، وأما معناه في الاصطلاح فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. طبعا وجوب محبة الرسول الكريم وشدتها لدى الصحابة، لقد أظهر الصحابة الكرام أشد المحبة تجاه النبي الكريم، فإذا كانت محبة الرسول واجبة تجاه الرسول الكريم على كل مسلم فإنها لدى الصحابة أشد من ذلك. وإن محبة الصحابة لدى الصحابة تجاه النبي الكريم كبيرة جدا كما قلت، فقد فاقت محبتهم كل الحب، فآثروه على أنفسهم وأموالهم وأهلهم، وقد سطروا أروع القصص في ذلك. وفيما بعد سنقدم أمثلة حول هذا الموضوع. ما هو مفهوم الصحابة لدى المحبة عفوا لدى الصحابة الكرام؟ الصحابة الكرام قد فاق حبهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كل الحب. أولا لقد آثروه على المال والولد. ثانيا آية ذلك اتباعهم لتعاليمه من السنة النبوية. أنت تقول أنا أحب رسول الله، عليك أن تثبت ذلك. هو ليس قولا فقط، بل يجب أن يكون بالفعل أيضا، ويظهر ذلك من طاعتهم له وابتعادهم عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وما حذر به رسولنا الكريم. فإذا قال بأن الخمر محرمة فالصحابة قد اتبعوا ذلك وابتعدوا عن الخمر، وإن قال لهم إن الزنا حرام فقد ابتعدوا كذلك عن الزنا، وإن قال لهم بأن عبادة الأصنام محرمة فقد ابتعدوا أيضا عن عبادة الأصنام وعبدوا عباد الله الواحد. تعالوا بنا الآن نعطي نماذج لمحبة الصحابة للرسول الكريم. أول مثال أحبتي سيدنا علي بن أبي طالب الذي أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما، فقد رباه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه
كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. نعطي مثالا آخر لمحبة صحابي جليل يدعى سعد بن معاذ، وهو سعد الأنصاري والذي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. قال سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت. عندما هاجر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة، فقد وضع سعد بن معاذ جميع أمواله بين يدي رسول الله، دلالة على شدة محبته له. بالمناسبة، الصورة المرفقة محمد رسول الله هي ختم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يضعه عندما يرسل الرسائل للملوك وللناس لدعوتهم للإسلام. تعالوا بنا الآن نشاهد محبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسولنا الكريم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فشوفوا سيدنا عمر صريح جدا، فقال له رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فرد عمر قائلا: أنت والله أحب إلي من نفسي. إذن تراجع سيدنا عمر يدل على أنه يحبه كثيرا. ولقد غضب وثار عمر بن الخطاب عندما علم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالة على محبته له، وهو يريد أن يبقى رسول الله عائشا، وقد كانت ردة فعله يعني سريعة، إلا أنه دعم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات والمعارك كثيرا كثيرا، وأظهر ذلك من خلال فعله. المحبة الكبرى، وهو نموذج في المحبة، محبة أبي بكر الصديق للرسول الكريم. كان أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم من أشد الصحابة حبا لرسول الله، فقد استأذن الرسول الكريم للهجرة إلى يثرب، فقال له الرسول: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فلما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، بعد ما أذن الله سبحانه وتعالى للرسول الكريم بالهجرة وأعلمه بالنية في ذلك، قدم على أبي بكر يخبره بالأمر، فقال له رسول الله الصحبة، أبو بكر لرسول الله: الصحبة يا رسول الله. فقال له: الصحبة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. تعالوا بنا لنفكر الآن ونوجه هذا السؤال للتأمل: لماذا أحب الصحابة الرسول الكريم بهذا القدر؟ وهل يمكن أن تصل بمحبتك لرسول الله مثل ما وصل إليه الصحابة الكرام؟ أترككم لبرهة وفترة وجيزة للتفكير، تفضلوا. Thank you.
إذن أحبتي، كيف تكون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكون محبته أو كما قلنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من سورة آل عمران. وتكون أيضا أحبتي محبته بنصرته واتباع السنة النبوية وتطبيقها، وأيضا دوام الصلاة عليه. هل ترغبون بالصلاة عليه؟ هيا بنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات الواقيات والحافظات. هيا بنا لننهي ونجمل. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي هو فرض من الله تعالى على كل مسلم ومسلمة. محبة الصحابة للرسول الكريم لا حدود لها، وأنها فاقت محبتهم لأنفسهم. لقد فاقت محبة أبو بكر الصديق كل الصحابة لرسول الله الكريم، فقد كان من أكثر الصحابة حبا للناس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون الناس. هيا بنا لنشاهد هذا الفلاش والمقطع الصغير من الفيديو يوضح محبة الصحابة للرسول الكريم. هيا لنركز، جهزوا أنفسكم للمشاهدة، لأننا بأعقاب ذلك سنقوم بالتدرب وإعطاء مهام مشوقة. تفضلوا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يا أصدقائي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل كبير على المسلمين جميعا، ولذا فنحن نحبه حبا كثيرا أكثر من حبنا لأي شيء آخر. وطاعته من أعظم الواجبات في الدين، ومن أعلى الحقوق الواجبة علينا تجاهه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى، ومن قال بأنه يحب الله عز وجل لا بد أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون يا أصدقائي أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات كثيرة، منها ما يلي: اتباعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به، تقليده صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، قبول ما جاء به من الحق والهدى والنور، الحرص على نشر سنته صلى الله عليه وسلم وإظهارها بين الناس، الصلاة عليه كلما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. والآن أحبتي، بعدما شاهدنا هذا الفيلم القصير ووجدنا فيه عدة أمور تحثنا على محبة رسولنا الكريم، اليوم نواصل التدرب أحبتي بألبوم محبة، نبدع في ذلك بأعقاب المشاهدة. ومطلوب منا في دفتر الألبوم أن نكتب رسائل محبة وبعد ذلك نعلقها على الحائط الفعال. نسجل في دفتر الألبوم الخاص بنا ألبوم المحبة رسالة محبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى أن نجيب السؤال التالي: لماذا تحبون أو لماذا علينا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أترككم الآن وبعد ذلك نعود للإجمال بالقليل القليل من الجمل. تفضلوا. Thank you.
إذا أحبتي، وبعدما شاهدنا وقمنا بعمل هذا الألبوم الرائع بخصوص محبة النبي، من منكم يريد أن يشاركنا بجملة كتبها لرسول الله؟ أنا معلمتي، تفضل. أنا أحبك يا رسول الله كثيرا، لأنك رسول الله راح بعثت رحمة للعالمين، ولأنك الرسول الكريم الذي ستكون في الآخرة معنا لتفتح لنا باب الجنة. وأنتم ما رأيكم بذلك؟ هل تحبون رسول الله مثلما أحب صحابته صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم؟ شكرا لكم على المشاهدة والمتابعة، ألقاكم بلقاء جديد، إلى اللقاء.